آداب النوم. بارك الله فيك. آداب النوم. أعد. آداب النوم. آداب النوم. آداب النوم هي رقم واحد، أنام باكرا. رقم اثنان، أغسل. تبع رقم ثلاثة، رقم ثلاثة تبع من؟ رقم ثلاثة، قل لي يا ما هو رقم ثلاثة؟ ماذا أفعل قبل النوم؟ من آداب النوم في الليل ماذا أفعل؟ ما هي آداب النوم التي تعرفونها؟ قلنا أنام باكرا، أغسل أسناني قبل النوم، زين. ثالثا ماذا أفعل قبل النوم؟ ماذا أفعل؟ زينب خلاص العشاء هو الأول. إذا لاحظي زينب، كي تتعشى وكملت كيفاش نغسل أسناني؟ إذا تعشيت وكملت العشاء أذهب إلى فراشي، أنا مباكرا، أغسل أسناني قبل النوم، زين. ثالثا ياسر، أقول الدعاء. جيد، أقرأ دعاء النوم. تبع معي. إذا كاين دعاء أذكار الصباح، شنو اللي نقراوها الصباح؟ نسموها أذكار الصباح، وكاين اللي نقراوها مع العشية، نسموهم أذكار كاين دعاء الأذان، كي نسمع الأذان نسموه دعاء الأذان، كاين دعاء الدخول إلى المرحاض، كي داخل المرحاض نقول الدعاء، كاين دعاء واحد آخر، كي نجي نرقد في الليل، عندما نجي نرقد يسموه دعاء النوم، كيف نسميه؟ كلوا خافوا دعاء النوم. رضا اقرا لي دعاء النوم. ماذا اقول عند النوم؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمدا رسول الله. جيد، سبوا عليه. عند النوم، عند النوم اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. جيد رضا، زيد دعاء اخر. كلوا خافوا دعاء النوم. عائشه، اشهد ان لا اله واشهد ان محمدا رسول الله. خلاص هذا قلناه، خلاص قلناه. دعاء اخر، كلوا حفظ دعاء واحد اخر. لا هذا ما نقوله عند النوم. متى اقول هذا الدعاء؟ في الاذان. هذا دعاء الاذان، هذا دعاء الاذان. عندما ينتهي الاذان اقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا متى أقوله؟ في الأذان. بعد الأذان، هذا دعاء الأذان. نرى نبحث عن دعاء النوم. عند النوم ماذا أقول عند النوم؟ أشرف، بسمك ربي وضعت جنبي. جيد، هذا هو دعاء النوم. بسمك ربي وضعت جنبي. أي بسمك وبك أرفعه. وبك أرفعه. أعد، باسمك ربي وضعت جنبي. باسمك ربي وضعت جنبي. وبك أرفعه. وبك أرفعه. أعد، باسمك ربي وضعت جنبي. باسمك ربي وضعت جنبي. وبك أرفعه. وبك أرفعه. أعد، تبعنا. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. تبع تبع مرة أخرى. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ما سمعتش، قولوا كامل قريب، كامل بصوت واحد. تبع، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. بالواحد توبة نوم ورفع صوتك. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ياسر، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. هاي، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. عم سامع نوم. باسمك ربي وضعت جنبي
وبك أرفعه. يلا باسمك ربي، ارفع صوتك، قاعد. باسمك ربي، باسمك ربي، وضعت جنبي، وبك أرفعه، وبك أرفعه. طيب تبع، شو جنبي؟ شو جنبي؟ وهذا هناك اللي نردو فيك، وين نردو؟ نردو هكا من هذا الجنب. أقول الله عز وجل، تقول ربي، يا ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه. معناها أنت اللي تعطيني القوة باش نقوم الصباح. في الصباح شو اللي عطينا قوة؟ الله هو اللي عطينا قوة. إذا هذا الدعاء لازم نقوله. إذا ما قلتوش صباح تحس روحك في شلال، ما تعطيش تنوض، تحس روحك عيان. لذلك لما نقرأ آداب النوم تحس بالقوة في الصباح. يلا أعد، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إذا الآن هنا رقم ثلاثة، ماذا أكتب؟ هيثم هات البعض. نعم سعود. لا ماذا أكتب في ثلاثة؟ لا أنا في الدعاء، فكيف نكتب؟ أقرأ دعاء النوم. أقرأ دعاء النوم. أقرأ تبع. باسمك اللهم أموت وأحيا. باسمك اللهم أموت وأحيا. يسلم تبع. يسلم ما ينام كي يرقد تبع وسكم روحه. تبع. لما يسلم ما ينام في الليل كي يرقد كأننا متنا، شلون متنا. لذلك الدعاء نقول باسمك اللهم أموت وأحيا. نعاود نروح أحيا. أعي باسمك اللهم أموت وأحيا. إذا عندنا زوج دعاء النوم، زوج ولا شحال؟ ثلاثة. الأول اللي قال قلنا عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا الأول. ومن بعد نقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، ونقول كذلك باسمك اللهم أموت وأحيا. أي باسمك اللهم أموت وأحيا. باسمك اللهم أموت وأحيا. ما سمعتش، عاود. باسمك الله أموت وأحيا. رزاق نوم. باسمك اللهم أموت وأحيا. باسمك الله أموت وأحيا. هذا جليل. باسمك الله أموت وأحيا. يعقوب. باسمك الله أموت وأحيا. طيب تبع. عائشة تبعين. أعي. آداب النوم. أنام باكرا. أغسل أسناني قبل النوم. أقرأ دعاء النوم. توبة قرأي نفس القراءة. آداب النوم. أنام باكرا. أغسل أسناني قبل النوم. أغسل أسناني قبل النوم. أقرأ دعاء النوم. أقرأ دعاء النوم. قد وحدة رابعة. تبع. قلنا رقم أربعة. تبع. قلنا رابعة. شكون يقول لي رابعة؟ ما هي رابعة؟ ماذا أفعل؟ عبد الغني. شو يعرف رابعا ماذا افعل؟ ماريا انا نقولوا في النوم هذيك معصبه، هذيك نرقد ونشبع رقاد بعض النوم في الصباح، ثم انا في المدرسه مازال احنا نقولوا في النوم ما نصير. ياسر ماذا افعل؟ قلنا انا مبكر، اغسل اسناني قبل النوم، اقرا دعاء النوم، زيد ماذا افعل؟ عائشه تبعي ماذا افعل؟ عشرة. سن رائع، سبوا عليه. ما سمعتش، عاودوا سبوا عليه. تبع. أنام على جنبي الأيمن، سمعنا في الدوار بعد نشرتها. أنام
تبع. احنا عندنا اليمين وعندنا اليسار. محمد امين مش سامي انا شو وقت له. تبع عندنا اليمين هاي اليد اليمنى. اذا هذه اليد اليمنى هذا هو الجنب الايمن. ايه وعندنا اليد اليسرى اذا هذا هو الجنب الايسر. في اللي تبع في اللي كي نربو كيفاش نربو انا المسلم المسلم كيف يربو؟ هل نربط على كل شيء هكا؟ لا. هل نربط على ظهري هكا؟ لا. هل نربط على اليسار؟ لا. لا ما نربطش على اليسار. لماذا؟ لأن القلب القلب تاعنا جاي على اليسار منا. لا. كي نربط على اليسار منا القلب تاعي يضغم واللي ما يتنفسش قلبي يضغم وبالتالي أموت. كيف أنام؟ أنام على جنبي الأيمن نربط منا. وين ما كاش القلب؟ شوف كيفاش تعرف روحك كيفاش تربط؟ حوس على قلبك ورا، قلب راهو منا. إذا نرقد في الجهة الأخرى منا، نرقد على جنبي الأيمن. إذا أنام على جنبي الأيمن. أنام على جنبي الأيمن. أعد، أنام على جنبي الأيمن. أعد، أنام على جنبي الأيمن. قلنا هاي اليد اليمنى. نعم. تبع معي. هذه اليد اليمنى اللي نثب بها. كل واحد يرفع يده اليمنى. لا لا راسها الاخرى مشي هذيك اليمنى مشي هذيك اليمنى. ادم مشي هذيك اليمنى. زين الدين مشي هذيك اليمنى. محمد امين جيد. لا لا الاخرى. اليمنى جيد. ارفع يد اليمنى مشي الاخرى. الاخرى الاسلام هذه. رافع الاخرى. رضا الاخرى الاخرى هذه طلع مليحة. هذا اللي يديكم رافعينها هي اليمنى. لا. إذا هذا هو الجنب اللي نرقد فيه في الليل. تبع شو معي؟ تبع في الليل باش نرقد. قلنا هذه اليمنى. لا. هذه اليمنى. لا. إذا نرقد عليها في الليل شو؟ هكذا. تبع هكذا. تبع. إذا لاحظ تبع. لماذا أنام على الجنب الأيمن؟ قلنا الأيسر هذا اليسار فيه القلب. كي نرقد على الجهة هذه كنا نرقد على هذه قلنا القلب اللي ما يتنفسش وبالتالي يحبس يولي ما هو منموت يسيبوني ميت. لذلك لا أنام على الأيسر أنام على جنب الأيمن. جايب شكون يسعد الصفوف؟ أرنا اليد اليمنى وراء لا أخرى هذه اليد اليمنى جيد. إذا أرنا في الليل كيف ننام؟ نم على جنبك الأيمن زين لا تكسل مليح دور قاع نحي أجبد يدك هذيك اللي منا هذا هاي والله هذا هكذا أنام على جنبي الأيمن جيد. أنام باكرا قبل النوم أقرأ دعاء النوم أنام على جنب الأيمن. طيب شكون ذكرني ما هو دعاء النوم اللي قلنا؟ شو دعاء النوم؟ نسير دعاء النوم اللي قلنا شو؟ هذا جاي بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. جيد هذا دعاء الأول. أعد باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. طيب الدعاء الثاني اللي قلنا ما هو الدعاء الثاني؟ يا هو أستغفر الله أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جيد جيد زين الدعاء الثاني اللي درناه توبة. باسمك اللهم أموت وأحيا. أعد باسمك اللهم أموت وأحيا. تبع صبر. آداب النوم. أنام باكرا. تبع صبر. أعد آداب النوم.
الادبي الادب. هيا عبد الجليل ارفع صوتك. تبع تبع مع زلمة ارفع صوتك. آداب النوم. انام باكرا، اغسل اسناني قبل النوم، اقرا دعاء النوم، انام على جنب الايمن. جيد، شفوا عليك. يا رجل آداب النوم. أنام باكرا، أغسل أسناني قبل النوم، أقرأ دعاء النوم، أنام على جنب الأيمن.